والنبي تنسى يا صالح وتشيله من دماغك خالص. اهو قطع وقطع سيرته. مش قادر يا سوسك، ده كنت بعمله زي اخويا بالظبط. انا في السفريه ضحيت بنفسي عشان كان عضو يقول لي تعالى نمشي ونسيبه، قلت لهم لا. فضلت وراه لحد ما رجعته تاني. طول عمرك ذكر ومتعافي، هو انا حبيتك من شويه؟ انا كان كتفي في كتفه طول الوقت، بديته على اخويا رضا لما طلب بنت عمي. يعمل معايا كده ليه؟ اهو غرف 60 داهية. كويس ان انت اكتشفته على حقيقته بدل ما كان يأذيك. انسى بقى يا صالح وشيله من دماغك وفكر في نفسك. ما تخافيش يا سوسكي، الفترة اللي جاية مش بفكر غير فيا انا وانت وابويا واخويا، وازاي نعمل قرشين يشيلونا الفترة اللي جاية. وتسيبك من ده كله وتفكر يا اخويا في كارما اللي ساترنا. يعني افضل معديه طبلة؟ ومالها الطبلة يا صالح؟ مالها؟ ما طول عمر ايدك على الطبلة ودنيتك هي. قال المزاج مش للفلوس. بس كل حاجة صعبة، بس ده بقى مش صعب، ده خطر وخطر قوي. وبعدين انا خايف عليك من الواد ده، لا يفضل مدبقك كده ويعمل فيك اي حاجة. هو انا مش هرحمه لو فكر يقرب مني. بعدين خلاص هابت كلها شوية وهشتغل بعيد عن الناس دي كلها، فراق بقى وشتا والعك ده كله. أنا ما بقتش فاهمك يا صالح، ما تقولي أنت ناوي على إيه؟ لو بطل الشغل على الأرض ده، لو شغل على كبير. كفاية الشغل بقى اللي شتا من ناحية وفرج من ناحية. خلاص بقى يا سوسكا، لازم نبقى سيد الفرح. كفاية نزاف. والنبي ما تقلقني عليك. ما تخافيش. لا أنا خايفة. وحشتيني يا أمي. أنت كمان يا حبيبي. إيه يا شريف؟ ليه يا حبيبي المأمورية بتاعتك المرة دي طولت قوي كده؟ معلش يعني شغله هيعدي ان شاء الله. المهم بس انت سيبك، انت ايه اللي قلقك من كلام الدكتور؟ ولا حاجه خالص قلقتني، بالعكس ده كلام الدكتور المره دي بسطني اخر انبساط لانه خلاك تيجي عشان تشوفني. معلش هما هيخلص باذن الله الشغل وهبقى جنبك وتحت رجلك. تسلم لي يا حبيبي، تسلم لي ويخليك ليا. المهم يا شريف طمني عليك يا حبيبي، عامل ايه؟ واخبار البنت اللي انت كلمتني عنها ايه؟ هدى تمام. صارحتها يا شريف؟ ما ينفعش اصارحها امي والله، يعني هدى بتحب شتا. واحد تاني. عارفه عارفه يا شريف، عشان كده يا حبيبي بقول لك لازم تصارحها، لازم تقول لها الحقيقه كلها، انما الوضع اللي انت فيه ده ما ينفعش خالص. امي مش عارف بصراحه، يعني حتى لو قلت لها الحقيقه، حتى لو تفتكر انها تفهم ده؟ مش هتفهم ده ان انا مثلا بخدعها ولا بلعب بمشاعرها؟ لا، لو بتحبك صحيح وشارياك ومقدراك هتفهم. امال ايه؟ وهتحطك جوه عينيها كمان. وبعدين مش دي اللي انت حبيتها واخترتها عشان تكون شريكه حياتك اللي جايه؟ لو ما عرفتش النهارده تامنها على سرك، امال هتامنها على حياتك اللي جايه ازاي؟ مش عارف يا امي، مش عارف. اللي انا فيه ده قرار باختياري انا. لو انا صرحتها بالحقيقه يبقى انا كده بفرض عليها حاجه. انا من الاخر يا امي مش عايز يعني اشيلها فوق طاقتها. لازم هتقول لها في النهايه يا شريف، يبقى تقول لها وتخلص بقى. هقول لها. انا مش فاهم انت شاغل دماغك ليه؟ ما الليله خلصت. ليلتين اللي خلصت يا صالح. ليلتين اللي خلصت. ده احنا كلنا كنا هنروح في داهيه. بس عمال تقول لي عمليه تركيا والقلق اللي حصل فيها ورسيني على كل حاجه، وانت كل حاجه فرطه من ايدك. ده الداخليه زرع ظابط جوه هدومك يا راجل. بقول لك يا فرج بيه، عمليتك خلصت على نظيف وفلوسك معاك، والشيطة اللي حطيت ايدي على رقبته والداخليه هتقلب عليه، هتنقله بقى الصعيد تحطه على مكتب في المرور، بعدين رسيتك على كل حاجه عشان تعمل احتياطات. بعدين بعدين يا صالح؟ بعد ما خلاص الظابط ده عرف عننا كل حاجه، ده انت حطيتنا كلنا تحت عينين الداخليه. نفسي اعرف دخلك ازاي بسهوله يا صالح.
ما تقوليش كطارش الحكام الاول والكلام الخايب اللي بتقوله لي ده، لانه مش هيخش دماغي. يا راجل يا راجل، ده انت كنت هتجوزه بنت عمك وكان خلاص هيبقى مناسب، وعمال تقول لي وصلني للراجل الكبير وعرفني التفاصيل وزود لي فلوسي بدل الطار ثلاثه. اوصلك للراجل الكبير اقول له يا صالح، اقول له ايه؟ ده انت حتى الغلطه اللي انا عملتها وحسبتني عليها، قلت لي لازم نعمل حسابنا على كل حاجه، عملت زيها بالظبط يا صالح، ويمكن اكتر منها كمان. احنا خلاص كده متعادلين بين واحد واحد يا صالح، ايه رايك نصفر العداد ونبتدي من الاول؟ جبت اللي عندك وقلبت الترابيزه. طب اسمع بقى اللي عندي، مفيش تصفير عدادات، وتعالى بقى نشوف شتا كان جاي منين من الاول. كان جاي وسط السوريين اللي انتوا كنتوا عايزين ترموهم على تركيا، يعني كان جاي لمين؟ لصالح ولا الفراج؟ ده كان عارف عنك كل حاجه وعارف شغلك وجاي نازل لك زي الباراشوت، فلما يحصل حاجه ما يلبسهاش صالح، انتوا اللي رميتوني بيه، فاللي يلبسها اللي عليه العين واللي لط الكل معاه مش انا. يعني يعني الواد ده كان عارف كل حاجه عني قبل ما يجي لك؟ لا، لو اللي انت بتقوله ده صح تبقى في مصيبه، لازم كل حاجه تقف لمده شهور. ايوه يا صالح، العمليات كلها تقف، كلنا نختفي كلنا. عايز تختفي انت اختفي، عايز تبطل شغل انت واختك بطل، انا هفضل مكمل وصدري مفتوح، اللي هيصيبنا هيسيب الكل معايا. لا يا صالح، الكلام اللي انت بتقوله ده مش هيوصلنا النتيجه، احنا لازم نقعد انا وانت مع بعض عشان نوصل لحل. لا اقعد مع نفسك كده وفكر براحتك، انا ما عنديش حل، انا كل اللي اعمله استنى منك تليفون تقول لي هقابل الراجل الكبير امتى. خلصنا؟ معاكي سجاير ولا ابعت اجيب؟ لا يا اختي معايا واحدة، ابعتي هاتي، ده انت فايقة ورايا قوي. وما فوقش ليه؟ وما رقش ليه؟ صالح خلاص بقى بتاعي، بقى ليا لوحدي. يا اختي اقطعوا الرجالة وسنهم السودة، واحد لا تمر فيه عيش ولا مية، وتاني يقول لي ما اقدرش اهزه. هاتيهولي انا وانا اهزه. يا بنت الميادي، اتريقي اتريقي براحتك واضحكي عليا. ما هو انت مش عايزة تفهمي. راح الفراج تاخدي منه الاسم. كنت عايزين نعمل ايه يعني؟ مش يمكن فراج ده هو اللي مساعد شامي في مرضيتك؟ نهار اسود، لو اللي بتقولي ده بصحيح. ايوه بصحيح، بس تاخدي حقك بالقوه. والنبي يا اختي فكرت اروح اعمل له عمل، قعده ما قوموش عند زعتر. عمل ايه وليه مهبوش انت؟ انت مجنونه؟ انت عارفه صالح خد نص الوكاله من شامي ازاي؟ ازاي يا سوسك؟ ورقه حطها سيف على رقبته، ما قدرش يفتح بقه ومضى على طول. ورقة ايدي، ورقة تخص حربي ابو شامي. سوسكا لميني على الورقة دي يا حبيبتي، وليكي عندي احلى حلاوة. حلاوتي ان انت تاخدي حقك من الكلب ده. بس رسيني هتعملي ايه؟ ما تخافيش بقى، لميني على الورقة انت وتشوفي احلى شغل من اختك. وانا احب الشغل. وانا هديك السيجاره الواحده اللي معايا. طب اشربي القهوه بقى. تسلم ايديك يا عسل. تسلم ايديك يا باشا. من غير وش مش لاقيه كبريت حتى. ما ينفعش تعملي كده يا حبيبي، حد يسيب بيته تاني. بس كنت عايزني اعمل ايه؟ اقعد اتفرج على اللي صالح بيعمله فيا واسكت؟ كل حاجه وليها حل، بس بالعقل. عقل؟ وهو صالح ساب لي عقل علشان افكر بيها؟ ما ينفعش يا حبيبي كل يوم والتاني تزعلي، تلمي شنطه هدومك وتمشي. اسمع يا رضا، انت مجيتك دي على راسي من فوق، بس انا خلاص ما بقتش عايزه صالح ولا عايزه اكمل معاه. انا جيت على نفسي كتير قوي، لكن المره دي صدقني مش هقدر. حبيبي انت عارفه اني طول الوقت اني واقف معاكي، حتى في موضوع الخلفه اللي ما حصلش نصيب وقفت معاكي في وش صالح وقلت له يا صالح انت غلطان وحبيبه معاها حق. لكن اللي انت بتقوليه ده دلوقتي انا مش معاك يا حبيبي. انا ما طلبتش من حد يبقى معايا، انا مش فاهمه انتوا فاكريني ايه؟ عايزين نعرف ان جوزي يعرف عليا واحده ثانيه وافضل اتفرج عليه عادي كده، ولا احط ايدي على خدي واستنى لحد ما يرجع لي تاني؟ انا ما قلتلكيش كده يا حبيبي، انا بقول لك حافظي على جوزك على حياتك، ما تخربيش بيتك بايدك اللي انت بنيتيه. صالح هو اللي هد كل حاجة، يوم ما دخل واحدة تانية في حياتنا وسواها بيا. صالح اللي هد يا رضا مش أنا. يعني هي دي آخرتها؟ أيوة هي دي آخرتها.
ايه يا صالح؟ مش ناوي بقى تحل المشكلة اللي بينك وبين حبيبة؟ بس أنا مش جاي النهاردة عشان حبيبة يا هدى، أنا جاي عشانك أنت. خير يا صالح؟ أنت عارفة أنا بحبك قد إيه، وعارفة إن غلاوتك في قلبي زي غلاوة رضا بالظبط، صح ولا لا؟ طبعا. يبقى تسمعي اللي أقولك عليه وتنفذيه النهاردة قبل بكرة، مفهوم؟ أنا عايزك تبعد على الواد اللي اسمه شتي ده خالص. أبعد عن شتي؟ ليه يا صالح؟ هي في حاجة حصلت بينكم؟ من غير حوارات كتير. بس الواد ده مش تمام. الواد ده من ساعة ما دخل علينا ما قالش ولا كلمة عن نفسه صح. أنت يا صالح اللي بتقول الكلام ده على شتي؟ أمال لو ما كنتش أكتر واحد حافظه. وأكتر واحد واقف جنبي عشان أتجوزه. وأنا دلوقتي أكتر واحد واقف قدامك عشان تبعدي عنه. الواد ده ضحك عليك زي ما حاول يضحك عليه وما عرفش. مش سيبه يضحك عليك واقف اتفرج. يا صالح بس مفيش بس. الواد ده كداب. ده حتى ما اسموش شتا. عارف الشريف حكى لي على كل حاجه. يعني الشريف حكى لك على كل حاجه؟ انت كل ده عارفه وسكته؟ ايوه بس والله العظيم هو اكد لي ان الموضوع مش انت خالص. وانه كان هيحكي لك. احكي لي امتى؟ بعد ما تقبض عليا؟ يعني كل ده انت واقفه جنبه وعماله بتطبلي له؟ وترى بقى شغالك مرشده معاه ولا ايه؟ انا يا صلاح اشتغل مرشده عليك؟ انت عارف انه مستحيل اسيب حد ياذيك. اقسم بالله عمره ما طلب مني اي حاجه يعرفها عني. وبعدين هو اكد لي انه يقف جنبك. انا عمره ما هيأذيك. عمره ما هيأذيك. قال وانا اللي جاي عشان احميكي منه. طب اسمع بقى وخلصت الكلام. الواد ده هتبعدي عنه. عشان الواد ده ظابط. يعني عمره ما يحط ايده في ايد ابوك المسجون. حتى لو رضيت الداخليه مش هترضى. هيسيب شغله ولا يتجوزك كتاني. يا صلاح شريف بيحبني بجد. انت بنفسك اخدته لبابا السجن. أنا ما كانش ده بالشريف الظابط. خلصت الكلام. الواد ده هتبعدي عنه. مفهوم ولا لا؟ هو إيه اللي حصل يا جابر؟ أنا طول عمري راجلكم اللي في مصر. اللي بتقولوا عليه بنفذه. هات يا فراج حاضر. وهدي يا فراج من عينيا. الباشا مش عايز يعمل لي بقى؟ ثلاث مرات أطلب مقابلته وهو يرفض. فيها جابر كرا يا فراج. ما انت عارف ان توفيق باشا ما بيحبش حد من رجالته ينزل تحت السطر اللي هو كاتبه له في صفحته. وبعدين انت بقى سامحني خرجت بره الصفحه خالص. لا 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 ما تقولش خرجت. انا ما خرجتش ولا حاجه. انا لسه جوه وجوه قوي كمان. ما بس الكام عمليه اللي خلاني الكام عمليه هدي قلتها بعظمه لسانك. هي عمليه واحده بس يا فراج تقع فيها كفيلة انها تخرجك من الكتاب كله مش تسقط من الصفحة. وبعدين هو مش توفيق باشا ادالك فرصة قبل كده بعد عملية لبنان اللي انت رحت ضيعتها بغبائك لما رحت جبت لنا حتة عيل صغير وحملته مسؤوليتها. طلع لنا سي صالح واقل مننا قدام الناس كلها. عملية الدولارات فاكرها ولا فكرك بيها؟ لا فاكرها. ومش توفيق باشا اصر ان انا اشيل الخسارة كلها وما اتكلمتش شلتها. احمد ربنا ان هو ما حملكش الجديده. الجديده اللي البوليس كان اترك فيها. ايوه بس دي عدت. عدت ازاي؟ عدت لما صالح بذكائه هو اللي عداها. دراعك اليمين طلع بيفهم اكتر منك. وبعدين خد بالك ان كل حاجه بتوصل للباشا. الباشا طاير بيه من الفرحه. طاير بيه يعني ايه؟ يعني شكلك خلاص. شكلك هتقعد على الدكه قريب. ودراعك اليمين هو اللي هيكمل مكانك. ده اذا بقى فوقت وصحصحت ورجعت زي الاول واحسن. يعني اعمل ايه؟ غششنا جابر. الباشا ايه اللي في دماغك؟ هي فرصه واخر فرصه. واوعى تفكر ان الفرصه دي جايه لك عشان شطارتك خالص. الفرصه دي جات لك وتدعي له العيل الصغير السوري اللي لقوه غرقان. ادعي له وقرا له الفاتحه. صورته هي السبب في ان يتفتح لك صفحه جديده. لا صفحه بيضه عليك انت بقى يا صاحبي انك تملاها.
وتجيب فيها 10 على 10. 10 على 10؟ إذا كنت في المدرسة ما جبتش 10 من 10، هجيبها دلوقتي. أنت هتحور عليا بروح أمك. أنت يالا، أنت عرفت إزاي وأنت أساساً ما كنتش معاهم؟ يا باشا ده أنا صالح أبو جاز، يعني الكبير والوسطى والصاحب والمعلم. كل دول بقى تعبينهم بتيجي في حجر في الآخر. مالك يا جلب؟ فيك إيه؟ أنا أول مرة أشوفك كده. فيها كتير قوي يا سوسكا، بس الكلام خلاص مبقاش بيريح. على الأقل بيهدي. قول يا أخوي، قول إيه اللي وجع قلبك؟ اللي وجع قلبي مقدرش أقوله لك يا سوسكا، إنما اللي وجعني أنا إن أنا ضايع ماليش سكة، كل السكك اتقفلت في وشي. طب أقول لك على حاجة؟ قول يا أخويا اللي أنت عاوزه. أنا مبقاش ليا نفس أصلاً أمشي في أي سكة. ليه بس كده؟ عشان مش هعرف أعمل فيها حاجة. أنا طول عمري مع صالح، ماشي في ظله، اللي بيقول لي عليه بعمله، يمين يمين شمال شمال، هو يقول وأنا أنفذ وبس. وهو ده بقى اللي مضايقك؟ إنك ماشي في ظل صالح وفي دراعه؟ لا يا سوسكا، اللي مضايقني ان انا لما جات لي فرصه اعمل حاجه لنفسي لجلبه ما خدتهاش، وبصيتها لصالح وهو اللي جاب الجول. وما خدتهاش لروحك ليه يا جدع؟ عشان غبي، غبي وحمار يا سوسكا. كل حاجه بتروح لصالح وانا بضحك في وشه، انما من جوه. خلاص بقى يا سوسكا، قلبيش بقى المواجع، خلاص بقى والنبي. حبك لهدى العيب ولا حرام؟ بعدين مش غلط اللي انت حبيته، انت غلط اللي انت ما قلتش. ما تقعدش كده تدرج جوا نفسك كل حاجه لحد ما تطار. على فكره ايه هي اللي كانت قلقانه عليك وكان لازم اطمنك؟ انا اللي غلطت لما دريت من الاول، بس كنت عارف اخرتها. مفيش حد عارف اخرتها. بعدين الجواز دي ممكن ما تتمش وهدى برضه تفضل موجوده، دي يا دوبك كرايه فتحه. زعلان على نفسي، الضعف والخوف اللي جوايا، على اني ما قدرتش اقول كلمه وسبت الايام تعدي لحد ما قابلت حد قدر يقول. وانا ورحمه امك لو كنت اعرف كنت سبتها تعدي من تحت ايدك. كل واحد بياخد نصيبه يا صالح. انا الظاهر كده اللي كنت مزوده حبتين. مزوده ولا حاجه. عايزك تخلي بالك من روحك. بص للناس اللي قريبين منك. ما تدورش في البعيد عشان ما تتعبش. حاضر يا اخويا. المهم انت ما تزعلش مني. انت عارف ان انا ما اقدرش اضايقك ابدا. انا عمري ما ازعل منك. بجد؟ انا زعل اللي يزعلك. لو كنت تعرف ان انت هتروق كده كنت جبت ايادي من زمان. حلوة ايادي صح؟ حلو. ما تسيب اللي في ايدك ده يا حبيبه وتسمعيني شويه. ما انا سامعاك يا هدى. امال ما بترديش عليا ليه؟ عايزاني اقول لك ايه بس؟ قولي لي اعمل ايه في المشكله اللي انا فيها دي؟ انا بصراحه مش شايفه ان في مشكله من اساسه. الراجل وما ضحكش عليكي وصرحك من الاول، يبقى فين المشكله بقى؟ المشكله فيك انت يا هدى. لا طبعا المشكله في شتا، قصدي في شريف. انا كان نفسي انه يجي يصرحني بكل حاجه من الاول، مش يستنى لحد ما احبه وبعد كده يقول انا اسمي شريف مش شتا. وفي نفس الوقت بقول ده ظابط وكان بيعمل شغل، ولما لقى الوقت المناسب قال لي على الحقيقه. انا والله محتاره مش عارفه اعمل ايه. انت حبيتيه ولا لا؟ انا خايفه اكون حبيت شتا مش شريف. يا هدى الشريف هو شتا. لو كنتي حبيتيه بجد هتكوني حبيتي الانسان اللي جواه، لا باسمه ولا بشغله. اسالي نفسك السؤال ده يا هدى، حبيتيه ولا لا؟ حبيته يا حبيبي. انا بس بفضفض معاكي، بتكلم مع نفسي بصوت عالي. يبقى خلاص مفيش مشكله بقى من اساسه.
لا طبعا دلوقتي في مشكله. المشكله ان انا محطوطه في النص ما بين صالح وما بين شريف. صالح مش طايق شريف. ممكن يا هدى مالكيش دعوه بصالح وفكري في حياتك ومستقبلك بعيد عنه خالص. ايه يا حبيبه ده؟ انا اول مره اسمعك بتتكلمي عن صالح بالطريقه دي. للدرجه دي زعلانه منه؟ لا يا هدى انا مش زعلانه منه. اللي بيزعل من حد يعني لسه باقي عليه. وانا صالح خرج من جوايا خلاص. بتقولي الكلام ده من قلبك ولا بتقولي كده عشان تصبري نفسك؟ مفيش حاجه بتفضل على حالها في الدنيا دي يا هدى. حتى الحب لو ما كناش نرعاه بيموت. بس صالح بقى طول عمره بيرعاكي وبيحبك. بس انا خلاص ما بقتش بحبه. انا ما بقاش في حاجه جوايا اديها لصالح. انا كل اللي انا عايزاه ان هو يطلقني ويسيبني بقى اعيش حياتي. وصالح وافق انه يطلقك؟ لا مش موافق. بس انا خلاص مش فارق معايا. طب وبعدين لو فضل برضو عند رايه وما رضاش يطلقك هتعملي ايه؟ هخلعه. سامحيني يا حبيبي. خلينا ناخد فرصة تانية ونحاول نرجع زي زمان. ما تتعبش نفسك يا صالح. أنا مش هغير رأيي. ويا ريت بقى زي ما اتجوزنا بالمعروف نسيب بعض بالمعروف. قولي لعند بنت الناس. أنا عمري ما قصرت معاكي. وطول عمري شايلك جوا عليا وجوا قلبي. ملوش لازمة الكلام ده دلوقتي يا صالح. أنا خلاص ما بقتش عايزة أكمل معاك. طب استهدي بالله. احنا ما عدينا بحاجات اكتر من كده بكتير. شفنا اللي محدش شافه. كفايه ابننا اللي راح قدام عينينا وفضلنا مكملين وضهرنا في ضهر بعض. وهو راح وخد كل حاجه معاه. يا ريتني كنت سمعت كلام ابويا الله يرحمه. هو كان شايف اللي انا ما شفتوش. ما كانش عايزني اتجوز طبال. وماله الطبال يا حبيبي؟ ما طول عمرك عارفه ان انا كنت طبال واتجوزتيني. كنت صغيره. صغيره؟ اه صغيره. والحب كان عميني. اللي بقول لك يا صالح، في سؤال كده نفسي اساله لك من زمان. هو انت اتجوزتني ليه؟ عشان طول عمري كان نفسي في واحده غير اللي عرفتهم في حياتي. واحده بعيده عن كار الافراح والكبريات. واحده نضيفه زيك يا حبيبي. كان نفسي في واحده تنجيني من اللي انا فيه. ونجيتك؟ ولا كنت ناوي تغرقني معاك يا صالح؟ حبيبي اسمعي، انا لحد دلوقتي لسه معاك وبرضه لسه شريك. وانا عمري ما بعتك يا صالح. بس انا تعبت. انا تعبت منك. تعبت من عمايلك. تعبت من العيشه معاك. وتعبت اكتر من لسانك الحلو اللي بيخليني اغفر لك كل اخطائك. تعبت يا صالح. سامعني ولا انت لسه ما بتسمعش غير صوت نفسك؟ جري يا حبيبي، وانا راجل وحش للدرجة دي؟ انت اكتر واحد اذيتني وجرحتني في حياتي. ورحمة محمد ابني وابنك طلقني يا صالح. ماشي يا حبيبي. حاضر. اعمل لك اللي انت عايزاه. مش فاهمك يعني برضك كده يا فرج بيه، اشرح لي كده بالراحة عشان أبقى معاك على الخط. أنا بفهمك يا شاب. أول حاجة تعملها تبطل طريقة الكلام بتاعتك دي وأنت داخل المجلس. ليه يا عدم؟ أنا مؤاخذة ولا طريقة كلام؟ أنا بتكلم زي الفل. زي الفل دي عندكم هناك في الوكالة مع الناس اللي بيجوا يشتروا منك قطع غيار وكده. إنما المجلس بقى دنيا تانية. عالم تاني، طريقة تانية في الكلام. وعموما الراجل اللي هيقعد معاك قبل مناقشه اي قانون او التصويت عليه هيفهمك تتكلم ازاي. بس بقول لك يا شامي تلقط بسرعه. لا ماشي امين.
تاني حاجة بقى ما تقعدش تتحجج بقى بالوكالة والشغل والحاجات دي. عمك محمد اهو قاعد في الوكالة واخد باله منها تمام. لعبوها عليك صح يا ولاد اللذينة. نص الوكالة جوازة اختك. بس كله جاي يا فرج باشا بكرة تشوف. لا 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 صاحبك ده سيبولا حسابه عندي. اشمعنى؟ اصله بيتشرط عليا في الشغل وبيهددني وعلى رأيك كله جاي وقريب قوي. مساء الخير. مساء النور. ايه لازمتها انك تجيبني لحد هنا؟ مش كنت تجيلي المكتب احسن؟ مش انت اللي عايزاني؟ اوكي 10 دقايق خلص كلام مع الراجل وابقى معاكي. ما عنديش 10 دقايق اضيعها معاك لحد ما اخلص السيجاره. مش معقول يا ايمان. الله عايز اتكلم مع هشام يبيع عضو البرلمان. ريلي ايمان ابو طالب ريدي تورز للسياحه. حضرتك اخت الاستاذ فرج؟ ايمان ابو طالب بس من غير ما تعرفني بحد. هشام ابو جاسيه عضو في البرلمان. من اسمك كده تقرب لصالح ابو جاسيه بس مش هسالك عشان انت اللي تهمني. مسافر معايا؟ فين؟ رحله العمره اللي عاملاها الاعضاء المجلس. لا اصل انا يعني عندي شغل الفتره الجايه فمش هقدر اطلع على العمره دي. ماشي لو غيرت رايك حاضر. ممكن بقى تسيبينا عشان نخلص كلامنا؟ ليه؟ تكلموا في اسرار؟ ما انا عارفه كل حاجه، غريبه قوي. طب يا فرج باشا، اسيبكم انا تتكلموا يعني ونبقى نكمل كلامنا في وقت تاني. طب انا مش عارف اقول لك ايه بس انا حابب اتصل بيك. ماشي. انا اسفه يا هشام يمكن اكون ضايقتك ولا حاجه. لا لا مفيش حاجه، فرصه سعيده. ثانك يو، هستنى تليفونك. اكيد اكيد، هستأذنكم. اتفضل. مع السلامة. مع السلامة. بقول لك يا رضا ما تشغلش بقى دماغك، دي مشاكل بيني وبين حبيبه، خليك بقى في اللي انت فيه. يا عم احنا هنتصرف مع بعض، سلام بقى. اهدى يا حبيبي، اهدى ما تعملش في نفسك كده. معلش كل شيء اسمه مصير. والله يا سوسك انا تعبت ومش عارف اعمل ايه. الحزن والكآبة مش عايزين يفارقوني. كل ما اجي اظبط الدنيا من ناحية تبوظ من الناحية التانية. وحبيبة الهم مالي قلبها ومش عايز يفارقها. أنا بقى بني آدم. عايز أروح بيتي أرتاح، ألاقي دلع وحب. مش نكد للنهار. معلش يا صالح ما هي برضه عندها حق. مفيش واحدة توافق تقسم راجلها مع واحدة تانية. وبعدين انت مش أي راجل، انت الدنيا وما فيها. طب ما انت راضية وساكتة بس عشان بتحبيني وعايزاني دايما مبسوط. هي بقى مش عايزة، هي عايزة تفضل تعيط وانا طبطب ودادي. كل ما اكلمها تقول الواد اللي راح، الواد اللي راح. ما ابني انا كمان اللي راح، اضرب بينا هنعمل ايه؟ ده اللي خلاني اطفش من وشها واجي لك انت، هو ده الفرق بينك وبينها. عشان خاطري، عشان خاطري ما تعملش في نفسك كده. انا ما بستحملش اشوفك كده يا صالح. انسى، انسى كل حاجه. عشان خاطر سوسكا. بقول لك يا بنت انا هتجوزك قومي. تتجوزني؟ هتجوزك. انت بتتكلم جد يا صالح؟ ايوه بتكلم بجد. قومي غيري يلا انا هبعتك من المأذون. لا صالح انت بتتكلم جد؟ هتقومي ولا ارجع في كلامي؟ لا 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 يلا خديني وانا سخنان. يلا قومي. هقوم هقوم. يا عميره انت فين؟ هات لي اي مأذون تعالى عند سوسكا دلوقتي. يا عم ايوه وهات بهلي معاك. سيادتك عارف يا فندم ان القضيه كانت ماشيه كويس جدا لكن فشلت. الواد لعب بيك وهمك ان كل حاجه بقت في ايديك وفي الاخر ضيعك. فين العمليه يا شريف؟ فين العيال اللي اتمسكت؟ فين حاله التلبس؟ ده كميه الاخطاء اللي حصلت في العمليه دي يا شريف مش هتخلي اي حد يقدر يقف جنبك. يا فندم انا بذلت اقصى مجهود عشان القضيه دي تتحل. طبعا بدليل انك اتخطفت في لبنان وكنت هتتقتل مش كده؟ مش كده؟ انا قلت لك ده مش شغلنا يا شريف، ده شغل جهات تانيه. ركبت دماغك والعند والكبر خلوك ما نفذتش التعليمات واصريت انك تسافر على مسؤوليتك الشخصيه. يا راجل ده انت اتكشفت بشخصيتك وبرتبتك الحقيقيه قدام جهه التهريب محدش عارف هي اصلها ايه ولا جذورها ايه. انت عرضت نفسك وعرضتنا كلنا للخطر يا شريف. وما احناش عارفين دلوقتي ايه اللي ممكن يحصل لنا تاني بسببك.
انا قلت لك يا شريف ان العمليه دي على مسؤوليه من خاصه، ولو فشلت انت اللي هتتحاسب لوحدك. هتشوف ساعتك يا فندم. قرار وقفك عن العمل طلع وهتتحول للتحقيق. تقعد في بيتكم لغايه ما تتبلغ بميعاد التحقيق. ما فيش اي حاجه في ايدي اقدر اعملها لك. لا يا فندم. من فضلك اديني فرصه ثانيه. اسمعني يا فندم من فضلك، انا اسف ان انا بنفعل وصوتي بيعلى على حضرتك، بس انا اعذرني. يا فندم انت اكتر واحد عارف ان انا اتمرمطت واتبهدلت عشان اعرف اوصل اللي وصلت له ده. يا فندم انا عشت وسطهم بشخصيه اكتر من 3 شهور. شتا السويسي يا فندم فاكره؟ مش هينفع يا فندم، مفيش حد غيري يعرف يكمل العمليه دي. يمكن يا فندم لو كنت كشفت بشخصيتي فعلا، لكن انا هلعبها معاهم ليه؟ ارجوك يا فندم اديني مهله 48 ساعه، وانا بالشخصيات اللي هزرعها وسطهم والمعلومات اللي جمعتها هجيب لك صالح من خلال فراج. ده مش قرار يا شريف يا فندم. فرصه تانية. ده مش قرار يا شريف. قرار وقفك عن العمل وتحويلك للتحقيق جاي من فوق. من فوق يا شريف. فرصة تانية يا فندم. مش قراري. تمام. أنا هكمل القضية يا فندم. شريف.